السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني إخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح طريقة التحكم في مصابيح المنزل أو في أي جهاز تريد في المنزل عن البعد باستعمال جهاز بسيط جدا ورخيص الثمن. وأيضا هذا الجهاز تقدر تتحكم في 4 أجهزة مختلفة في المنزل، مثلا 4 مصابيح أو مثلا مصباح والتلفاز إلى غير ذلك من الأجهزة المنزلية. أيضا بدون إطالة، هذا الجهاز هو هذا الجهاز كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة، جهاز بسيط جدا. إذا أنا يعني اشتريته بثمن رخيص جدا هنا في الجزائر، أما في الدول الأخرى أيضا تقدر تلقوها في جوميا، ولا أنا اشتريته ب 100,000 سنتيم يعني جزائري أو 1000 دينار أو 1000 دينار جزائري كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. إذا من خلال هذا الجهاز نقدروا نتحكموا ب 4 مصابيح مختلفة أو 4 أجهزة مختلفة في المنزل. إذا يعني إذا هذا الجهاز، وأيضا عندنا ريموت كنترول لتجينا مع هذا الجهاز كما راكم تلاحظوا. إذا عندنا الأ والبي والسي والدي، إذا هذا البطو أو هذا الزر نتحكموا في جميع الأجهزة في نفس الوقت. أما هذا مثلا حبيت نطفي المصباح رقم 1 نضغط على الأ ولا نشعله، ومثلا حبيت نضغط على يعني حبيت نتحكم في مصباح بي أيضا نضغط على بي إلى غير ذلك من الأجهزة حتى وين وصلوا يعني أ بي سي دي. نشوفوا يتحمل هذا الجهاز يعني نقدروا نتحكموا أو يقدر يغذي الأجهزة حتى 1000 واط كما راكم تلاحظوا لهنا في هذا المكان، يعني في نفس الوقت يقدر يغذي 1000 واط يعني يتحمل حتى 1000 واط، يمشي 220 فولت 50 هرتز. الان فيما يخص طريقه التوصيل او الدارات الكهربائيه الخاصه لهذا الجهاز كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره، اذا عندنا هذا باللون الاصفر وباللون، اذا هذا 4 اسلاك لهنا كما راكم تلاحظوا، دار لهنا مصابيح يعني خروج المصابيح يخرجوا الى المصابيح، ثم بعد ذلك من هذا المصباح او من هذا الجهاز الذي تريد يعني تتحكم فيه من خلال هذا الجهاز يروح الى المتر او الحيادي. اما فيما يخص هذا 3 اسلاك، هذو زوج باللون الاسود والاخر باللون الاحمر، اذا هذا يروح الى لافاز او الطور، هذا الى الحيادي يدي هذا لهنا، اما هذا يروح الى للنتر الخاص للمصابيح اللي حبينا نتحكموا فيهم. اما اذا اردنا يعني نتحكموا في مصابيح اكثر او في الاجهزه اكثر من 1000 واط ان شاء الله تكون حلقه مخصصه. اذا كما راكم تلاحظوا راني وجدت هذا ليدوي او حامل مصباح كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره، اذا نفتحهم كامل بهذا الشكل. إذا الآن أول شيء نبدأ من السلك رقم 1 لنغذيو به المصباح رقم 1 اللي هي الأ مثلا، إذا ثم بعد ذلك إذا ندخل هذا لادوي من هذا المكان، ثم تقدروا تستعملوا السلك اللي حبيتوا. إذا ثم بعد ذلك ندخلوا في هذا أو نوصلوه مع هذا حامل المصباح أو مع هذا لادوي كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. وأيضا نضيفوا السلك باللون الأزرق للنتر أو الحيادي. إذا ندخلوه من هذا المكان. إذا كما راكم تلاحظوا، إذا هذا فيما يخص المصباح رقم 1 أو الجهاز رقم 1. إذا كما راكم تلاحظوا راني وصلت يعني مصباح رقم 1 مع هذا حامل المصباح بهذا الشكل. هذا فيما يخص المصباح رقم 1 اللي حبينا نتحكموا فيه. الان نشوفوا المصباح رقم 2 بهذا الشكل. اذا اول شيء ناخذوا هذا السلك باللون الازرق اللي خرج من المصباح رقم 1 يروح الى المصباح رقم 2، وايضا نستعملوا السلك باللون هذا يعني مارو كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره بهذا الشكل. إذا كما راكم تلاحظوا راني جبت هذا السلك اللي خرج من المصباح رقم 1 راح إلى المصباح رقم 2، وأيضا خرجت السلك الآخر باش يروح إلى المصباح رقم 3. أما فيما يخص هذا الآخر باللون البني، إذا كما راكم تلاحظوا راح إلى القطب رقم 2.
الآن مثلا الآن نشوفوا نوصلوا المصباح رقم 3 بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا، وأيضا ندخلوا هذا السلك الثالث كما راكم تلاحظوا. إذا الآن وصلنا السلك باللون الأبيض إلى هذا القطب رقم 1 في مصباح رقم 3 كما راكم تلاحظوا. الآن نوصلوا النتر أو الحيادي في مصباح رقم 3 وأيضا يروح إلى المصباح رقم 4 في نفس الوقت. الآن بالنسبة للمصباح رقم 4 نروح إلى هذا السلك باللون الأزرق اللي هي يعني المصباح الأخير، وأيضا ندخلوا واحد من هذا الأسلاك باللون الأسود باش نغذيو يعني أو نعطيو الناتر أو الحيادي للمصابيح الأخرى بهذا الشكل. إذا أول شيء نروحوا إلى القطب رقم 1 إلى يعني هذا المصباح، عفوا هذا باللون الأزرق أول شيء. إذا بقنا هذا باللون الأسود يروح إلى القطب رقم 2 مع أيضا هذا السلك اللي خرجنا من مصباح رقم 3 واللي هو النتر أو الحيادي المشترك ما بين جميع المصابيح بهذا الشكل. إذا كما راكم تلاحظوا الأسود مع الأزرق اللي جانا من المصباح رقم 3 والأزرق راح إلى القطب رقم 2 وحده. إذا الآن بقوا لي سلكين، واحد باللون الأسود والآخر باللون الأحمر. إذا هذا فيما يخص اللون باللون عفوا السلك باللون الأسود يروح إلى النتر في الديجونكتور، أو أنتم صديقو واش تستعملوا يعني مثلا الديجونكتور قطع كهربائي أو مأخذ كهربائي بهذا الشكل، والآخر هذا يروح إلى اللفاز أو الطور في الديجونكتور الخاص بنا بهذا الشكل. كما راكم تلاحظوا اذا الان خلصنا من طريقه توصيل الضرة الخاصه بنا. الان ما علينا غير نبداو نركبوا المصابيح. إذا كما راكم تلاحظوا الآن ركبت جميع المصابيح. الآن بعد الانتهاء من طريقة التوصيل الآن نشوفوا هذا الجهاز تاعنا يمشي ولا ما يمشيش. إذا أول شيء ناخذوا هذا الجهاز الريموت كنترول أو لا تيلي كوموند كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة، نركبوا له البطارية الخاصة لهذا الريموت كنترول أو هذا لا تيلي كوموند باش نشوفوا هل تمشي ولا ما تمشيش. إذا تجي البطارية صغيرة. إذا نحيو هذا الغطاء الخارجي للريموت كنترول كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. إذا نركبوا البطارية الخاصة بنا بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. إذا الآن ركبنا البطارية الخاصة بنا، إذا بقينا الآن نوصلوا هذا الجهاز. إذا الآن نشغلوا الديجونكتور تاعنا أو نطلعوا هذا الجهاز الديجونكتور. إذا كما راكم تلاحظوا مباشرة اشتغلت هذا المصباح رقم 1 اللي هي ترمز بالا. إذا عندنا هذه A B C D، إذا عندنا هذو، إذا هذه تشغل A والبي والسي والدي. إذا كما راكم تلاحظوا نبداو من الA كما راكم تلاحظوا راهي اشتغلت. إذا حبينا نطفيوها ما علينا غير نضغطوا عليها مرة ثانية. إذا البي كما راكم تلاحظوا سي والدي. اذا حبينا نشغلوهم كامل في نفس الوقت اذا ما علينا غير نضغطوا على هذا الزر اون او اوف كما راكم تلاحظوا اشتغلوا جميعا. اذا حبينا نطفيهم ايضا مثلا كانوا شاعلين كيف كيف، اذا ما علينا غير نضغطوا ايضا نطفيهم كامل. اذا الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. اتمنى انني وفقت في الشرح. اذا لديكم اي سؤال كتبونا في الكومنتار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى الحلقه القادمه ان شاء الله.